محمد، أنا عايز أعرف يعني دلوقتي أنا سمكة قدامي ملوثة أو تم صيدها بالطريقة الخاطئة دي، هي كويس. ولا إنسانية؟ أنا هقدر أعرفها وأنا بروح أشتري، ما حتى اللي مستوردها ده وعرضها وبتاع، أنا هعرف أعرف إن دي سمكة فيها البلورات الزرقاء ولا لأ؟ ما هي جواها أنا مش هفتحها، بالظبط، طب إيه أعمل إيه؟ احنا اتفقنا حضرتك ان السمكه مجرد ما بيتم استنشاق ودخول الكبريتات النحاس اللي هي الضايل الازرق ده جواها بيحصل لها فشل كبدي كلوي في الجهاز العصبي بتاع السمكه. بتاع يبقى هنا السمكه ماتت بشكل يعني غير طبيعي، ان حد اصطادها وطلعت ماتت بره. وبالتالي هنا بتبدا تظهر علامات واعراض على السمكه نعرف فيها ان السمكه فعلا دي ملوثه وغير صالحه للاستخدام. ايه هي بقى الاعراض اربع دي؟ حاجات. رقم واحد، بنبص على عين السمكه، المفروض دايما عين السمكه تكون بتلمع زرقاء، بتلمع كده. لو لقينا مغشمه كده عليها حاجه زي اللعاب معناها ان السمكه كويسه برضو، بس بقى لها فتره يومين ثلاثة اسبوع. لو لقينا السمكه لون عين السمكه حمراء زي نقطه دم، ده معناه ان كان حاصل نزيف للسمكه قبل ما تموت، يبقى كده السمكه غير صحيه بالمره. يبقى اول حاجه لون عين نقطة السمكه دم نقطه جوه دم العين، حمراء جوه العين. رقم اتنين، اما نطلع من عند العين ورا الودان على طول بنسميها الخياشيم بتاعه السمكه، اما اعملها بايديا كده المفروض اللون بتاعها من جوه بيكون لون بينك وردي. وردي وردي ده معناه ان السمكه فريش جدا، ممكن يبقى لسه صيدليه زي السمكه الفريش اللي من جوه من هنا. طيب لو لونها احمر معناها برضو ان هي كويسه ولكن بقى لها فتره في التجميد. طب اللون بتاعها ازرق او اسود معناه ذلك برضو ان السمكه غير صالحه تماما للاستخدام بتاعنا ولا ناكلها. يبقى دي العلامه الثانيه. العلامه الثالثه، الملمس بتاع جلد السمكه نفسه. حضرتك السمكه عشان بتموت بالشكل ده مجرد ما التلج بتاعها يتفك من عليها بتحس حضرتك ان السمكه يعني بلغه بسيطه كده مهريه، ان السمكه مش ماسكه نفسها. العضلات، ما السمك ده بروتين عباره عن عضلات زي اللي عندنا، كان حاجه عندها ترهل في العضلات كده، فالسمكه مش ماسكه نفسها، مش مشدوده. وطبعا رقم اربعه، الريحه بتاعت السمكه كمان بتختلف، وغالبيه الناس اللي بتعرض السمك ده بيكون عشان يجهزوه بيكون السمك مفكوك، فتقدر تشوف ده بعينيك قبل ما تطلب السمك من اي مكان، تبص الاول وتقول له بعد كده جهز. طب سهله العلامات حتى الاولانيه دي سهله؟ ما هي هنا كده سهله، بس انا بفكر في حاجه. طب انا لو جايبه سمك في ليه؟ وهتشال الجلد وهتشال البطن وهتشال الراس وهتشال الخياشيم، انا واخده لحمه نظيفه. ولذلك يا سالي برضه خلي بالك يعني السمك الفيليه عليه تحفظ كبير الا لو كان من مكان مضمون قوي، يعني انا بجيب حاجتي من مصدر مضمون. ده صعب ان انا اكتشف. بالظبط. ليه؟ لان فعلا زي ما انت قلت خلاص هي كل معالم السمك كل اللي انت قلته اتشال. لحمه يا ترى دي بقى من انهي حته بالظبط؟ الله اعلم. بالظبط. دي نقطه مهمه. يبقى دي العلامات المبدئيه اللي انا اقدر اقول على سمكه قدامي طازه. بالظبط. صحه ما فيهاش اي مشكله. صحيه او غير صحيه بشكل عام. مش بس الماكريل، اي سمكه. اي سمكه بشكل عام. والماكريل طبعا بشكل خاص عشان الواقع بتاعها.